أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا بمتتبعين ومتتبعات جريدة نيشان. هنا اليوم احنا في جمعية جورجيت، يعني هذه الجمعية هذه اللي كتعتني بالحيوانات، كتعتني بجميع أنواع الحيوانات. اليوم شفنا أعزكم الله بعض الحمير اللي مصابين بأمراض وكيتعالجوا في هذه الجمعية، وشفنا أعزكم الله كلاب اللي مرض حتى هما وكيتعالجوا، اللي مضروبين وكيتعالجوا في هذه الجمعية هذه. واليوم جينا نشوفوا أعزكم الله الحمار اللي تقطعت ليه رجلي، اللي داك الحيوان البشري اللي قطع لهاد البكمة قطع ليها رجليها. يعني تلقينا خبر فاش دخلنا للجمعية، تلقينا باللي كاين حاشاكم وعزكم الله واحد الحمار اللي تقطع ليه لسانه، يعني واحد الحيوان ادمي قطع ليه لسانه. يعني في هذه الاثناء كيخرج الدكتور من العمليه ديال الحمار، والحمد لله العمليه كانت ناجحه. وحاليا دابا تيستعدوا باش تيقادوا واحد الكروسة باش يولي بلاصة الرجل اللي مشات لهذا الحمار. يعني كذا تشوفوا متتبعين ومتتبعات جريدة نيشان الآن، هذه هي الكروسة اللي كيهيئوا لهذا الحمار من بعد خروجه من العملية. يعني سي محمد، يعني من بعد خروجه من العمليه، يعني كيف تشوفوا العمليه الثانيه ياك، يعني دارت لي رجل استماعيه، هذه رجل ياك دارت لي رجل اخرى. لا جاوا رجلي درنا لي هكا بصح عطينا احسن لي فاشوار، يعني الرجل اللي تقطعات تقادات بجوجهم تقطعوا. يعني كيف تسمعوا متتبعين ومتتبعات جريدة نيشان، يعني بجوجهم الرجلين تقطعوا، والحمد لله تلقى العلاجات ديالو، كان في عملية، يعني يلا خرجوا الدكتور دابا من العملية، والحمد لله العملية كانت ناجحة. يعني انا النصيحه او لا الميساج اللي بغيت نوصل لهاد الناس هادو اللي كيتعداو على 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 بحال هاد البكمات هادو، راه حتى هما راه خلقهم الله. اي حيوان خلقه الله الا وخلقه الله عنده واحد الدور، والدور اللي عنده راه عارفينه. يعني هاد البكمه هادي راه كتهز تقل وكتحمل، ولكن باش تتأذى بحال هكا يعني ما كيبغي هاد يعني متتبعين ومتتبعات جريدة نيشان الآن غادي نشوفوا هاد الكروسة هادي. قلتي لي هاد الكروسة يعني بغيناك تكلم لنا. انا نشد. السلام عليكم. السلام، مرحبا بمشاهدي نيشان الآن. وهادي كما لاحظتوا كما قال الأخ، هادي هي الكروسة نتاع الحمارة. شوف اللي غادي يمكن ليها الحمارة اش؟ شوف سميتوها شوف. اللي يمكن ليها تحرك بها الان كيفاش ما يقدرش هي تمشي على رجليها نورمال، وكما كتشوفوا راه باقي حتى البنت مسكينه يلاه خرجت من العمليه الثانيه ديالها من بعد اسبوع من العمليه الاولى، والحمد لله راه غادي تحسن. وحنا دابا واش تقدر ترجع تمشي على رجليها؟ ممكن، ولكن ما غاديش تكون عاديه، ما غاديش تولي تخدم كما كانت، وما غاديش تبقى تجري نورمال، حيت الصوت ديالها ضروري ما يبقى واحد الاثار نتاع الضربه، حيت الضربه كانت صعيبه وكانت غارقه بزاف ديال الاعاقه، ضربه حيت قص العصب وقص العظم. والحمد لله دابا راه حنا حاولنا نصبوا هذوك العظم، واليوم راه درنا عمليه اخرى، حلينا داك الشيء اللي كان، شفنا الامور الحمد لله غادي تحسن ولو ثقيل، حيت ما باقي تخرج ليها في الارض،
والحمد لله دابا راه حنا في اطار نجدوا لها الكروسه ديالها اللي غادي يمكن ليها تحرك بها. بصراحه خويا شفنا عندك علاقه كبيره وعلاقه كبيره مع الحيوانات. يعني خويا كي جاك هذا السيد هذا اللي تعدى على هذا الكمال؟ خويا هذا السيد هذا ماشي ادمي، ما اش بغيت نقول لك، راه الحمد لله دابا راه هو بين يدي القضاء، هو اللي غادي ياخذ فيه الحق، هو اللي غادي ياخذ الحق في المجتمع المغربي. حيتاش دابا هذه حماره ماشي تاع مولاها، تاع المغاربه عامه بدون استثناء، كلهم تعاطفوا معاه وكلهم بقات فيهم، والحمد لله حنا انا بغيت رساله للمغاربه باش المأمورة غادي تولي بخير، والحمد لله شكرا لهم على الدعم اللي دعموا وعلى التفاعل ديالهم في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني يعني خويا من خلال الدردشه اللي كانت قبل ما نطلقوا هذا البث هذا، قلتي لنا بلي كاينه حاله اخرى ديال شي حماره اعزكم الله يعني اللي تقطع عليها اللسان ديالها. اييه كاينه واحد الحاله في المحمديه، وهي اصلا هي مضروبه في فمها محيط ديال اللسان، وحنا راه مستعدين نستقبلوها، وحنا دابا في اطار التنسيق مع شي جمعيات في الدار البيضاء اللي حنا موافقين تنسقوا معاهم، وراه غادي نشوفوا ان شاء الله يقدر توصل هذه الليله، يقدر توصلوا حتى الصباح، نشوفوا حنا باقي في التنسيق مع الجمعيه الاخرى اللي غادي تكلف بها باش توصلها لنا. يعني الحاجه اللي نقدر نقول لك، هاد الناس هادو كي تيعطيهم خاطرهم يتعداو على بحال هاد الحيوان هذا اللي لا حول ليه ولا قوة. خويا هذا طغيان، هذا طاغية، هذا ما خصوش يدير هكا، وراه كما تيقولوا الناس راه الرجال عند الغضب، إلا غضب بنادم خصو يحاول يسيطر على الأعصاب ديالو، حيت هادي راه دابة ما عندها عقل، ما تتعرف تصرفهاش. السكر دابا هو ضربها كاع على السكر، ما قضات ليه والو، لا هو لا الدلاح ديالو لا داكشي اللي كلات، ما خصش بنادم يدير هكا. شحال كاع كلات؟ واش بغيتها في الوالد تاكل كاع 10 دلاح ما يجيش لهاد الحالة هادي. تقريبا شحال عندكم العدد ديال العدد 300 تقريبا، يقدر تكون ناقصه شي شويه، يقدر تكون كاع زايده، انما 300 كاينه. انواع ديال الحيوانات اللي عندكم حنا دابا هنايا سبيسياليست نتاع الدواب، نتاع الدواب العام اللي تيجرو تيركبو، وحنا ديجا عندنا علاقه مع الحيوانات الاخرى، كما شتي راه عندنا الكلاب، وتنخرجو سير بلاص كندويو لي درومادير الجمال صحاب الناس اللي دايرين بينا، والبقر والنعاج كلشي كنداويه، ولكن هذوك ما كنستقبلهمش في عين المكان، تقدر تجي تقعد واحد 15 يوم ولا شهر تنردو الحاجه المولاه، ولكن الدواب يقدر يبقاو عندنا هنا مدى الحياه، حيت عندنا هنا خيريه تاع الدواب. يعني بالنسبه للحيوانات الاخرين تيجيو تيتعالجوا، ولا تنمشيو حنا لزيارة الناس وتنعالجوا تنعاودوا نرجعوا لهم. يعني الرساله ديالك اخويا لهاد الناس هادو اللي كيلقاو بحال هاد البكمات هادو كيتعداو عليهم. اي اخويا خص تكون عندنا الثقافه، حيت حنا اغلبيه الاتصالات اللي كيجيونا كيجيونا من عند الناس اجانب، مازال ما عندنا حنا عند الثقافه عند الشعب ديالنا اللي يلقى واحد الحيوان مضروب في الطريق ويهز التليفون ويدور ولا يبقى معاه. كاينين الناس كيدوروا لنا ولكن ما كتلقاش سير بلاصه واقف مع البهيمه، السياح لا تتلقاه واقف معاه تضيع النهار ديالو حداه. حنا بغينا الثقافه تولي عند المغاربه ويشوف شي بهيمه ويوقف حداه يصورها ويدور للجمعيات ويدير مجهود من عنده، وراه الله تيجازيه بالخير. شكرا لك. هاني اخويا. يعني هذه هي الكروسه؟ هذه هي العربه اللي قلنا دابا، هذه هي الكروسه اللي بغات تدار فيها هذيك الحماره ان شاء الله باش يبقاو رجليها النورانيين مهزوزين، وراه ممكن تحرك بها باش تحرك باش ما تبقاش محبوسه في البيت. دابا هذه هي باش معدبه. ما تبقاش معدبه، محطوطه الثقل ديالها على رجليها، ودابا الحمد لله هذه راه عليها في طور الانجاز، راه قريبه تكمل وان شاء الله هي باش غادي تتحرك ان شاء الله. يعني كيف تشوفوا متتبعين ومتتبعات جريده نيشان الان، يعني الله يهدي هاد الناس، وراه كيف ما خلقنا الله حنايا راه حتى هما خلقهم الله، يعني نحاولوا الله يدير شي تاول الخير، والله يهدي هاد الناس ومتابعين ومتابعات جريده نيشان الان. شكرا على المتابعه والى اللقاء.